هخرج بس مع حضرتك ومع كل المشاهدين للقاء مهم جدا من داخل دير الشهيد العظيم ماريمينا بكينج ماريوت مع زميلنا فريد ادوارد مع القمص رافائيل افامينا تلميذ البابا كارولوس السادس. اليك فريد. مشاهدينا مشاهد قناة سي تي في في كل مكان، ما زلنا موجودين مع حضراتكم من دير الشهيد العظيم ماريمينا العجيبي بصحراء مريوط. بنتشرف وبنتبارك بالوجود على الهواء مع حضراتكم وفي ضيافتنا نيافة القمص رافائيل افامينا التلميذ الخاص بالبابا كيرلس السادس. يعني ذكريات وحكايات كتيرة جدا، يعني متقلين على ابونا رافائيل، وبناخد من وقته ومن احنا موجودين قدام قليته الخاصة بالدير. يعني بنرحب بيك طبعا يا قدس ابونا، وقدسك بألف خير النهارده 9 مارس عيد البابا كيرلس. انت يعيد عليكم بخير وعلى الجميع يا رب وعلى شعب المسيح كله في كل مكان يا رب. قدسك الاقدر انك تعرفنا اكتر على البابا كيرلس السادس. دايما نقول ان البابا كيرلس هو رجل الصلاه، كان بيصلي كل يوم. تدينا ايه عن الذكريات دي، ذكريات الصلاه، رجل الصلاه؟ يعني هو ابتدى يصلي من يوم ما اترسم كاهن. بابا شنوده بيقول عنه انه لو عدينا الصلوات والقداسات اللي عملها لغايه الخمس سنين الاخيره، عشان هو بابا شنوده ما حسبش الخمس سنين الاخيره، قال الخمس سنين الاخيره كان فيها امراض وفيها كده، لكن حسبها حوالي 12000 قداس يعني. فعايز اقول بابا كيرلس ده يعني صمم ان هو يصلي قداسات من ايام امام الطاحونه، متهيألي كان قبل كده في البرموس كان بيصلي جوه الدير لما راح الطاحونه والطاحونه خاربه. بعدين جم الناس بتوع مصر القديم عملوا له باب وعملوا له سقف، وقرر ان هو يعمل مسبح فوق. فكان يعمل عشيه كل يوم، وبعدين الصبح يعمل تسبحه ويخبز قربان يعجنه، بس عبال ما يخبز وعبال ما يخمر يكون هو ابتدى يعمل التسبحه، وبعد كده يخش يخبز ويقعد بقى مستني حد يجي له. وطبعا الحته دي كانت مقطوعه جدا، شفناها ايام زمان. انا بتكلم على مثلا الستينات، لكن هو كان في الثلاثينات يعني 36 تاسكه في الطاحونه لغايه 41، حته مقطوعه جدا كلها ثياب وكلها تعالب كلها تعابين وعقارب. يعني كان عندنا بعض الطلبه كان يحبوا يصطادوا العقارب من الجبل بشكل عجيب. كان داخل البيت عندنا مره مع سيخ معاه بتاع 10 عقارب يعني فدول، وكان ساكن معاهم بابا كيرلس ويفضل مستني حد يجي له عشان خاطر يصلي وداس. فهو كان في ناس عواجيز ربنا سخرهم ان هم يطلعوا فوق من بتوع مصر القديمه، يعني اول ما انت صايم يا عم مليكه يقول له ايوه يا سيدي تعال نصلي وداس، انت صايم يا عم فكري يقول له تعال نصلي وداس، انت صايم يا عم حكيم كان نجار كده تعال نصلي وداس. ما كانش في يفضل قاعد مستني حد، ربنا كان بيبعت له كل يوم. وعين هو نفسه كان يقول ما دام في قربان وفي شماس وفي اسيس ليه ما نصليش وداس؟ صحيح. وبعد كده يطلع بعد ما يخلص الوداس يبتدي ينسخ في بعض الكتب الروحيه، مار اسحاق والشيخ الروحاني ابا الحظ يكون في العباده ابو سهل روبان، عندنا كل دي عندنا نسخ منها، ولو انها مش كامله انها عصرنا عليها في بيوت اشقائه والمحيطين به يعني، لكن تدل انه كان الكتب دي كانت كبيره، بس البقايا عندنا كلها. بركه كبيره يا قدس ابونا خدتها بالتواجد وقت طويل مع قداسه البابا كيرلس السادس. التعامل الشخصي ما بينكم يا قدس ابونا رافائيل، يعني تحكي لنا عن التعامل وقداسه البابا قاعد لوحده كان بيتصرف ازاي، بيتكلم في ايه؟ لا ده بابا كيرلس كان فاتح بابه للجميع طبعا، و اللي عايز يخش طبعا في مواعيد طبعا، هو كان ساعات يقفل وبعد كده يفتح، لو كانت الناس كتير ينزل لا يقعد في الصالون تحت، كان الناس قايله في الصالون اللي فوق وكله بالطوابير. يا عم اذا كان طابور ماشي عندنا بابين، باب يخش منه باب يطلعوا منه. فعايز اقول هو كله بيسلم ويحط الصليب على راسه ويبارك له، لكن اللي عايز يتكلم كتير بقى او حاجه زي كده يروح حاطه على جنب كده ويسمع منه بقى. وياما شاف الناس في الطوابير دي، ياما خرج شياطين في وسط الطابور ده، وياما مثلا واحد جاي يسلم عليه يقول روح صلي يا حبوك وتعالى يا ولد. طب يطلع يجي بعد كده الواد يطلع بره عندي في المكتب يقول لي هو بابا كيرلس ده يعني مين قال له ان انا بزعل ابويا قبل ما اجي؟ قلت له شعرفني انت مزعل فين؟ يقول لا مزعله فعلا. طب هو عرف ان انا شعرفني؟ روح اساله بقى. يا روح تعالى اعمل ايه دلوقتي؟ روح يا ابني صالحه وبوس ايده، تعالى بكره سلم عليه مش هيقول لك حاجه. فكانت عجيبه جدا، مره واثنين وثلاثه الحكايه دي مش مره واحده يعني. الراجل بيسلم عليه يروح جايب مراته من نص الطابور تعالى يا ست انت تعالى اقف جنب جوزك. تعالى دي تدل عليه انه برضه يعني شافها فيا، وعين بيعملها بطريقه كانها عاديه يعني كانه بطريقه عفويه يعني كان عارفهم يعني. لا كان الناس عارفه كده كلها يعني، ما هو مش بيعملها كانه هو قديس،
بيعملها عفويه عفويه بشكل عجيب قوي. النهارده يتسابونا يعني من ناحيه البابا كيرلس من 71 48 سنه، قد ايه بتشوف علاقه الناس بالبابا كيرلس النهارده بعد 48 سنه من نياحته؟ بتشوف العلاقه دي اتطورت ازاي؟ يعني انا رايي طبعا ان بابا كيرلس يعني بجهاده كتير قوي قوي قوي، من يوم ما اتعمل براهب صمم على انه يمشي في خوف ربنا وفي القرايات النسكيه والانجيل، لغايه ما بقول يعني لغايه ما تنيح كان على السرير جنبه الانجيل ومرسحة. طب انت مرسحة ده بتاع الوحده والرهبنه المتوحده، انت بيت بطرك وقعد، لكن لا فضل ناسك لغايه ما تنيح. فانا عايز اقول برضه ان هو يعني معاملته معانا ومعاملته مع ربنا خلى يعني ان ربنا يردوا له الحاجات دي بعد نياحته. بس عايز اقول برضه لو احنا يعني تاملنا في حياته برضه، مطالعين في كتاب اسمه مذكرات عن بابا كيرلس السادس، في اخر جزء في الكتاب ده بقول عليه التجارب اللي حالت بابا كيرلس. طبعا يمكن 10 صفحات، لكن بصراحه يعني لو عرفنا التجارب دي اللي حل بيها مع المجلس الملي، مع المطارنة القديمة، مع الكهنة القدام، حاجات لها علاقة بتعامله مع يعني الدولة ومع المجالس يعني عايز أقول يعني ما خدش طاره من أي حد. يعني مثلا واحد مزعله بيشتم فيه يجي يسجد عنده مثلا بعد ربنا نخس قلبه يقول له حللنا سيدنا، يقول يا ابني الله حلك يا ابني، يقول يا ابني يا سيدنا طب أنا ياما زعلت وياما شتمت وياما عملت، يقول الله حلك يا ابني، يعني طب سيب من قلبك سيدنا، يقول من قلبي يا ابني، طب ما أنت عارف أنا عامل كل ده. فانا عاوز يبقى ان ربنا رد له الكرامه بتاعته بعد النياح، لانه هو عايش يعني زي ما تقول صبر وما خدش. الفياح بيسالني بيقول لي الله مش ده رئيس كنيسه، كان المفروض ان هو ياخذ قرارات وياخذ حزمه، ويعني زي ما تقول يعني كل واحد يقف عند حده وبالقانون. هو برد عليه بقول له طب هو لو كان خد حقه يعني ربنا هل كان اداله دلوقتي كده نمره اثنين؟ يعني هو دلوقتي في السماء يقول يا ريتني كنت خدت حقي اكتر، ولا يا ريتني ما كنتش خدت حقي اكتر، لان ربنا كرمه بصراحه. يعني رد له كل اللي اتعمل فيه بانه هو يبقى يعني بيدي له كرامه في الارض، لان هو انت ما خدتش طارك، انا اخد لك طاري بقى، بس بقى متنيع بطريقه حلوه. يعني العظيم في البطاركه وتسابونا فعلا كان البابا كيرلس رجل صلاه ورجل تسامح، وخدنا بركه بوجود قدسك معانا النهارده. اتكلمنا عن ذكرياته، يعني زي ما حضراتكم سمعتوا من فم القمص رافائيل افامينا التلميذ الخاص بقداسه البابا كيرلس السادس، بيحكي لنا عن الصلاه وطريقه البابا كيرلس في التعامل مع الناس، وقد ايه هو ما كانش مهتم جدا بان هو يحاكم حد او يحاسب حد او اي شيء من هذا القبيل، لكنه كان طول الوقت بيشوف الجانب المشرق، والتسامح هو كان السمة الإضافية على شخصيته بجانب الصلاة. احنا بنشكر حضراتكم على سعة صدركم، وبنشكر أتسابونا رافائيل أفامينا على وجوده معنا، وارجع لك مرة تانية يا سالي في الاستوديو علشان تكملي الحلقة بتاعتك النهاردة في 9 مارس عيد نياحة العظيم في البطاركة البابا كيرلس السادس. بشكرك فريد على هذا اللقاء، بشكر طبعا أتسابونا على الكلام الحلو قوي اللي قاله لنا عن البابا كيرلس السادس.